علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وإلى الأبد آمين. على أنكم أنا أيضا ناخدها جري جري كده عشان لو تسيبونا مقيدنا بربع ساعة فممكن الكلام اللي يتقال ما يكونش مطابق أو يعني في حاجات لو بتعرض على الشاشة هنجري عليها أو هنمر عليها كده وفي حاجات مش هتبقى على الشاشة. لما عملوا دراسات للتفاعل والتشاؤم في ناس قالوا إن الموضوع يعني داخلي بيختلف من واحد للتاني وإنما هو من جواه وبيتوقف على كمية الدم بيتوقف على كمية الدم بدون أي تأثير، يعني الموضوع جاي من جواه هو. بل إننا لو قلنا إن التفاعل والتشاؤم ده مجرد وهم أو حاجة هاجس داخلي يبقى مش بنبالغ، ربما يستجيب الفرد للهاجس دوت أو ما يستجيبش، وده اللي ايه هنقدر نعرفه او هنحاول نوصله دلوقتي. في واحد دارس قدر يحط تقسيمه للبشر عموما، قال ان في حوالي اربع انماط من البشر، اربع انماط من البشر. النمط الاولاني سماه الصفراوي، الانسان الصفراوي. الصفراوي ده انسان حاد الطباع متقلب المزاج، وده قد يتفائل او يتشائم حسب الايه المواقف المختلفه. قال النمط الثاني هو السوداوي، انسان سوداوي، وده نمط من البشر بيميل بطبعه للحزن وشايف الدنيا مسودة وبيبص لكل الامور بنظاره سودة، وبالتالي طبعا تلاقيه متشائم في معظم الاحيان. النمط الثالث سماه الليمفاوي، الليمفاوي ده بيقول نمط من البشر بارد جاف في طباعه، يمكن نقدر نسميه انسان عقلاني وبالتالي ما عندوش حته ايه تشاؤم وتفاؤل دي الى حد كبير. النمط الرابع سماه النمط الدموي، الدموي ده بيقول انه متميز بالروح بالمرح وبالامل في الحياه، قد يكون متفائل في كل الظروف، لكن طبعا زي ما سمونا قال مش عايزين ان الانسان المتفائل ده يفرط في تفاؤله، يفرط في تفاؤله. شيء طبيعي اننا نقول ان المفروض البشر عموما يستبشروا خير، يستبشروا خير، وده اللي كان سيدنا بيتعلمه لنا، لكن ما نزودش في ايه في الاستبشار قوي، لازم يبقى فيه شيء من العقلانيه شويه. لكن التشاؤم على بعضه كده امر مفروض ومرفوض جمله وتفصيل. منظمه الصحه العالميه حطت دراسه بتقول ان التفاؤل بيفسر الازمات تفسير حسن، الانسان المتفائل بيفسر تفسير حسن، ويبعث في النفس الامن والطمانينه، كما انه بينشط اجهزه المناعه النفسيه والجسديه، اذا هو شيء كويس وشيء مطلوب. على عكس من كده التشاؤم بيستنزف طاقه الفرد، بيستنزف طاقه الفرد ويقلل من نشاطه ويضعف دوافعه. التفسير التشاؤمي للامور يعتبر سبب من اسباب اصابه بعض الامراض الجسديه. الباحثين بيقولوا ان المتفائل بيكون عنده شعور قوي بالرضا، شعور قوي بالرضا على الذات وعن الحياه واجعه، في حين المتشائم تغلب عليه المبالغه في جوانب الضعف والقصور. باختصار نقدر نقول الانسان المتفائل بيبص نص الكوبايه المليان، اما المتشائم بيبص نص الايه؟ نص الفرن. في اسباب التشاؤم والتفاؤل. في اسباب للتشاؤم والتفاؤل قد يكون اهم سبب الوالدين، لما واحد او واحده طالع يلاقي ابوه وامه بيتشاؤموا لما يشوفوا اوضه السودا مثلا ولا يتشاؤموا من وش واحد يطلع زيهم، وهنعرف ايه اوجه يعني التشاؤم والتفاؤل، يعني ممكن الوالدين ياثروا في اولادهم في الموضه دي. في سبب تاني بيقول ده بيرجع للصدفه البحته، الصدفه البحته، يعني احيانا تبص تلاقي يحصل حدث معين في ظروف الواحد. الحدث ده يكون مواجه لحدث تاني. يعني مثلا انا كل ما اخرج من بيتنا اقابل فلان. اجي اركب اتوبيس يروح لاتوبيس عطار. كل ما اقابل فلان ده اركب، مع ان ده صدفه، لكن اقوم رابطه، تبص تلاقي اقرب كلمه تتقال انا اصطبحت بوش مين النهارده؟ وخلاص بشراره بقى انتوا ايه فاكرين؟
مش كده؟ احيانا انسان بيكون بيخاف او بيرزع من حاجه معينه، يعني طفل من صغره اهله ما علموهوش انه ما يخافش من القطه، ما يخافش من الكلب، كل ما ايه وهو صغير كده يطلع كده كل ما يشوف حاجه من دول ايه يربطها بايه؟ بشيء، يربطها بشيء، يعني خوف وفزع من اشياء معينه. وفي اللي بيربط الاحلام بالاحداث، يحلم حلم يصبح الصبح يقول هتحصل مصيبه. بس كان زمان اسمع كده جدتي ووالدتي يقولوا ايه لو شفنا واحد ميت بيديني حاجه يبقى هيحصل حاجه حلوه، لو حلمنا ان الميت ده بياخد منا حاجه يبقى تحصل مصيبه. مع ان مفيش ايه؟ مفيش شراكه طبعا، بالعقل كده مفيش شراكه. تمام؟ في اللي بيتفائل زي ما قلنا من ايه؟ من يشوف وش حد او بيتفائل او يتشائم من حركات جسديه. يعني مثلا واحد عينه بترف يقول رفه العين دي مش هتعدي على خير، عين الشمال لما ترف تبقى هتحصل كده، لما اليمين ترف لا تبقى حاجه حلوه، مفيش. واحد يتشائم من لقيته تحته. مش كده؟ واحد ممكن ايه؟ اتكسر منه طبق، واحده واقفه بتصفن الاطباق تروح الطبق مكسور تقول خدت الشر وراحت. ايه علاقة الشر بالطبق اللي الجسر وقع من ايدك عشان انت ما مسكتهوش ايه؟ ولا واحد تاني القهوة يقول له ايه؟ ده القهوة، يقول له ده ايه؟ انتوا عارفين كل حاجة. في ناس طبعا شفنا بيوت كتير يحطوا على باب شقتهم حلوة الحصان. ايه حلوة الحصان دي؟ مع انها يعني ايه؟ مانع الحسد؟ حلوة الحصان بتدل على الحسد؟ واحدة مثلا تكنس الشقة بالليل ما تكنسيش بالليل. ليه؟ حاجات كتير كده ما فيش. شوف انت بتضحكوا ازاي؟ قول لها لو فكرنا بالعقل كده ما فيش ربط بينها وبين الليل وبين الأحداث. بالطريقة دي نقدر نفهم ان دي كلها مشاعر داخلية إرادية، وعايزين نركز على كده لأنها مشاعر داخلية إرادية. يعني ايه؟ يعني ما فيش علاقه بينها وبين اي حاجه ممكن تحصل او ممكن تكون حصلت. لكن لو عندنا ايمان بربنا ما نربطش الامور دي ببعضها، نقول ان ربنا بيحفظنا من ايه؟ من كل الشر ومن كل الاشرار. ربنا قال شعر رؤوسكم تنتصر الا ايه؟ الا باذن. تعالوا نشوف بولس الرسول في كورنثوس الثانيه الاصحاح الرابع قال ايه؟ مبتئرين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير مطلوبين، مطروحين لكن غير هالكين. اللفظ الراجل ده بيلخص حتى لو امور الحياه فيها كل الحاجات دي اكتئاب وحيره ومش عارف ايه، لكن انا المفروض ان ابقى ايه؟ ابقى عندي ايمان بربنا وعارف ان ايه؟ كل امور حياتي في ايدين مين؟ في ايدين اللي خلقني وهو ابويا وهو ايه؟ وهو اللي يرعاني. في شاهد هنتدرسوه في الثلاث شواهد بتوع المطار اسمه سيمفونيه التعزيه، هو بروتسس الثاني بس الاصحاح الثالث. هنتعلم في الشاهد ده ارسلونا يعقوب هيعلمنا ان الانسان اللي بيتحد اتحاد كلي بربنا، ها الاتحاد ده هو بيخليه يحتمل التجربه حتى لو جات مصيبه او جات تجربه، يحتمل التجربه ويبقى عنده رجاء لا يحزن. احفظوا الايه؟ احفظوا المصطلح ده، رجاء لا يحزن. رجاء لا يحزن في ربنا. لكن في واحد يتخذ مدخل سلبي، يتخذ مدخل سلبي بايه؟ بانه يحكم على طيبه او على مشكله تحصل. زي ما سابونا قال لنا واحد يقول لا مفيش فايده، هي متسوده، هي متدربيه او متدربيه، حاجه تحزن، حاجه تقرف، حاجه تحبط. كنا نسمع الايه التعبيرات دي كتير. في واحد بقى يقول لي واحد يقول لي يقول ربنا موجود زي ما بابا وشهودا علمنا ربنا يناح نفسه
يقول ان ايه كله للخير، وبسرعه وانا هغششكم من ايه ان ده هيبقى موضوع وعظه من الوعظات اللي هو سابونا هيسمعها. ده المدخل الايجابي للحكم على الضيقه او التجربه، ان انا اقول ربنا موجود. نقول اكيد يعني ايه ربنا هيحول، حتى لو جه الامر دوت فيه مشكله او مضعف ربنا هيحول الامر ده لايه؟ لسلام. نقول الصليب مهما كان صليب تقيل فهو ايه؟ مش هيوقعني في الارض، لا ده انا لو شلت فرح هيرفعني، لو شلت الصليب بفرح هيرفعني. نتأمل في كلمات البطرس بولس زي ما قلت لكم. كلها مشاعر داخلية إرادية ونتبنوا. طبعاً الكلام اللي قاله بولس الرسول ده هنضيف عليه إن في وصايا جت في العهد القديم بتقول إن الكلام ده هو كلام مش مظبوط. طب أنا لسه قدامي 10 دقايق. الكلام ده كلام مش مظبوط. في سفر اللاويين الإصحاح 19 ربنا بيقول لا تأكلوا بالدم، لا تأكلوا بالدم، لا تتفاءلوا ولا تعيفوا. يعني ايه؟ لا تتفاءل يعني تفرط في التفاؤل، ولا تعيف يعني تتشائم. يعني ايه؟ خليك انسان عقلاني كده حاطط في دماغك ان ربنا هو اللي ايه؟ اللي بيتحكم في كل الامور. ربنا هو اللي بيتحكم في كل الامور. ربنا كنيسه بتعلمنا ان هو ايه؟ ضابط الكل، هو ضابط الكل. في سفر التثنية اصحاح 18 لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار، ولا من يعرف عرافه ولا عارف ولا متفائل ولا ساحر. يعني شوفوا سوا بين ايه الحاجات دي كلها، لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، مكروه عند الرب. هم الاباء الرسل لما حطوا حاجه اسمها الدستوريه اللي هي قوانين الاباء اكدوا على الكلام ده وقالوا ايه بقى؟ إن أي مسيح يتشائم أو يتفائل من مكان أو طير يعتبر إيه؟ كافر. شوفوا الآباء الرسل بيقولوا إيه؟ يعتبر كافر. يعني الإنسان المتشائم ده مش بس يقول سوداوي أو لابس نظارة سوداء، لا ده الآباء الرسل بيعتبروه إيه؟ كافر. مش أنا اللي قلت، هم اللي قال. تمام؟ إيه؟ لأن ذلك نوع من ممارسات عادات وثنية يجب اطلاعها من جذورها من أكبر. ربنا يرحمنا، شكرا لكم، وإن ما خدتش الربع ساعة اللي وصلنا.